من مدينة الريش إقليم حدا الرشيدية، ما كنخلصش الطوبيس. جيت لهنا جبت غير ولدي باش نديه للمدرسة ديال لينيس، وكنقلب على الكرا وقال لي مول الطوبيس خصك تخلصي، وأنا ما في حالتيش، غير المحسنين اللي كنخلصوا عليا حتى الترونسبور. دابا جاية لهنا باش نخلص باش نقلب الكرا، خصني باش نركب ونجي وما عنديش وما في حالتيش، وكاع العالم كيعرفني تقريبا. واش أنا دابا غادي نخلص وأنا ما في حالتيش ومازال ما لقيتش حتى الكرا باش غادي نجلس أنا وولدي؟ أنا جالسة كندور بصاكي جلس القهوة دا صاكي وما لقيتش فين نمشي، ومازال عاد غادي نخلص الطوبيس؟ راه ما في حالتيش أخويا، ما في حالتيش. خص هاد الشيء يوقف معنا المخزن حتى المواطنين باش نعرفوا فين نمشيو، باش نعرفوا نركبوا فابور في الطوبيس. واش هاد الشيء معقول نركبوا حنايا معاقين؟ وأنا قلت لك أنا جاية من الرشيد من الريش وما عنديش فين نمشي. هو صاكي يا سيدي، هو صاكي، الابن ديالي ما بغاش يتصور، هو صاكي ما لقيتش فين نمشي، وقال لي يا مول الطوبيس خصك تخلصي باش نخلص باش نقلب الكرا. واش هادشي عادل؟ ما عنديش ما عنديش، غادي نبات اليوم في الزنقه. المسؤولين خصهم يجيو يتحاوروا معنا صحاب الشركه ديال الطوبيس، يجيو المسؤولين. حتى واحد ما ورانا، حتى واحد ما ورانا، حتى واحد ما ورانا وجهو يا خويا، يجيو يتحاوروا معنا يشوفوا لنا الحل. الرشيدية ما كنخلصش الطوبيس، جيت للعاصمة فاش كاين سيدنا، سيدنا الله ينصرو، وجيت أنا نخلص في العاصمة؟ ما يمكنش، هادشي ماشي حق، ماشي حق. كنطالبوا بحقوقنا، ما نخلصوش في الطوبيس. حنا معاقين، ما عندناش دخل مادي، ها وحدة ونزيدو نخلصو الطوبيس، هادشي بزاف حرام. الله يستر عليك أخويا، هادشي هاد الرسالة اللي بغيت توصل للمسؤولين، وتوصل حتى جلالة الملك. ملك الفقراء وملك المعاقين، توصلوا هذه الرساله. احنا ما نخلصوش، ما في حالتناش. انا اليوم غادي نبات في الزنقه انا وولدي، غادي نمشي للباب لحد غادي نجلس تمايا، ما عندي فين نمشي، عاد نزيد نخلص الطوبيس. حرام هذا الشيء، هذا حرام. وشكرا اخويا. المطالب ديالنا مجانيه النقل الحضاري، هذا ابسط حق من حقوق الاشخاص في وضعيه اعاقه، اللي هي منها اعاقه بصريه، اعاقه حركيه، اعاقه ذهنيه، اعاقه البسم والبكم. ولينا كنتعنفوا بالاخص في الحافلات ديال تمارا، حافله الزا، وهذا الشيء هذا الميساج جميع الحافلات ولكن تمارا بالاخص. ولينا كنتعنفوا من جهه المواطنين، من جهه الشيفون، من جهه المراقبين، وهذا الشيء راه حشومه وعار. وبهذه المناسبه كناشد جلاله الملك، وكناشد عمده الرباط وساله، وكنناشد جميع المسؤولين باش يلقاو لهذه الفئه حل. راه مجانية النقل أبسط حق من حقوق الإنسان، الشخص المعاق اللي كيتمتع بها. وراه الظاهر الشريف الأخ الكريم راه تكون عارفة المتطلبات اللي فيها شناهي. حنايا تنتعرضوا للعنف داخل الحافلات، سيرتو في هاد تروا موال الأخرى، علقوا واحد الإعلان خاص بهم هما من الإدارة ديالهم. حنا داخل العاصمة الرباط اللي هي عاصمة المملكة، أشخاص ذوي إعاقة ولو كيتعنفوا من طرف كناطرة، من طرف سائقين الحافلات ألزاق، كيحاولوا يبتزوا المواطنين بطريقتهم الخاصة، كيطلع كيقول للمواطنين خلصوا عليهم 25 درهم. واش هذا يوقع؟ هادشي داخل هذه العاصمة هذه اللي هي قدوة للمدن الأخرى، قدوة للمدن الأخرى خصها تكون، هي ولات مهزلة للمدن الأخرى. دابا جهة الرباط سهلة القنيطرة، ولينا كيتجهلوا فيها حنا، اللي هي خصها تكون مثال للمدن الأخرى. دابا هاد المشكل ما كاينش في المدن الأخرى، كاين هنا، كاين في هاد الجهة هاد. حنا 40 عام وما يفوق على 50 عام وحنا كنستعملوا، ما عمر وقع علينا هاد المشكل هذا. دائما المجانية من حقنا، حق دستوري عندنا. دائما كنستعملوه. دابا جات الشركه لي بغات تفرض علينا هاد الشيء هذا. حنا كاينين ناس اللي عندهم اعاقات، عندهم اعاقات زائد حركه لا اراديه زائد لاكريز زائد بزاف ديال الحوايج، ودابا دابا تيعنفونا داخل الحافلات. خويا حنا من انا عندي اعاقه بصريه، حنا هاد المجتمع مع الشركه هادي كاينه في بزاف المدن، كاينه في كازا وفي مراكش وفي اكادير وفي تطوان، ما عندهمش هاد المشكله ديال النقل بالنسبه للمعاقين، كيطلعوك كيادوا لا واجب لا حتى حاجه. هاد الشركه هادي دخلت في 2019 عندنا حنا للرباط،
كتقول لنا خاصك كانت كتقول لنا خاصكم تاديو ما ادينا وقفنا معاه درنا معاه وقفات وداك الشيء ما ادينا ما والو دازت واحد المده وما وقفونا كيقول لك لا خاصكم ضروري تاديو واجب التذكير عطلوه مو رمضان لصقوا واحد الاعلان ديال انه اعاقه حركيه واعاقه بصريه انهم يؤدوا الواجب ديال التذكيره حنا وقفنا وناضلنا معاهم وداك الشيء الاسبوع اللي فات وقفنا في السونتر ديال تماره جا عندنا القائد وجا عندنا مفتي الشرطه وجا عندنا نائب العمده هضروا معنا قالوا لنا باللي راه ان شاء الله ديال الامور ديالكم محلوله غير سيروا باقي كاع ما تحركنا قالوا لنا عاوتاني خاصكم تخلصوا جا داك القائد الشرطه والعمده وداك الشيء قال لنا صافي غنركبوكم ركبونا مشينا الغد اللي عاوتاني كنلقاو نفس المشكل كنطلعوا كيقول لنا خاصكم تاديو واجب ديال التذكيره حنا هذا المشكل هذا كنعانيو منه شحال هادي كيطلقوا لنا بعض المرات يقول لنا صافي غنتنقلوا بالمجان شويه عاوتاني تيقول لنا لا خاصكم تاديو واجب التذكيره هذا مشكل كبير عندنا حنا شهاده الاعاقه عندنا عندنا ضايع الشركه يعطينا حق بمجانيه النقل بالاضافه للمرافق حنا دابا ما كنهضروش على المرافق كنهضروا على ان حنا بعدا اصلا نتنقلوا حنا بالمجان عاد نشوفوا المرافق ديالنا باش انه يولع حنا ما كنطالبوا حتى شي حاجه حنا كنطالبوا بالعيش الكريم والمجانيه ديال النقل اللي كانت عندنا ما تنساوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.